الله الله أكبر. لا تقبل. بسم الله قفل الباب كلها مقفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. هيو ما في زيه. ومسا مسا على الناس الكويسة. صحة ما في كحة. عافية بالكيلو ستر بالمتر. حيو يا عبود. هلا والله. هلا 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 هلا. يا اخي انا قلت ليش تشوف وجهك كذا تحس بالبرد يا اخي. يا اخي ما اقول ليش انت البارد يا اخي. اقول الاجواء هذه ما شاء الله زبطت عندنا. اجواء اجواءنا صارت حلوة يا اخي والله. ورش ورش اديني برش. ثبت اجوانا يا عبودي من جهتك ما شاء الله تبارك الله. شوف حتى والله الجنون والله مستمتعين. جيت اخرب عليهم شكلهم مسوين كشته اليوم. قال النار عندهم ما يشتغل ترى عادي يعني تكشت معاهم ممكن اليوم. ايه داخل عندهم كشته. الله يكون بعونك. امين يا رب. طبعا جماعه الخير ان شاء الله باذن الله اليوم راح نكمل الجزء الثالث والاخير ان شاء الله من المنتجع ان شاء الله باذن الله. والله تمنيت ان الوضع يكون كذا ضباب وهذا لكن سبحان الله على جيتي الدنيا امطار وهتاء صح. لكن ان شاء الله باذن الله. اسعد الله صباحكم بكل خير احبتي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله مغامره اصول العنبري في مغامره جديده طبعا بغبرتنا الليله جماعه الخير. الجزء الثالث والاخير من المنتجع السياحي. منتجع كبير جدا. دخلت مواقع كثير والله على دخولي سمعت صوت جوا كذا ايش صوت ايش ذا ايش ما ادري. واليوم طبعا الدنيا مطرت هنا وظلام دامس ما في قمر لكن الحافظ والحامي هو الله وحده. وكالعادة أي ملاحظة أي استفسار اكتبوا على هاشتاق تويتر المغامر عبد الله العنبري أو أرسلوا على الخاص. ونقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء السميع العليم. طبعا هذه الأماكن كلها دخلتها في السابق. خرجت آخر مرة من هنا. اللي دخلت فيه صوت الابواب. الابواب اللي كانت تتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعي ما في ما في اصوات اليوم مرة. ظهر هنا في هذا البيت طبعا انا دخلت الناحية هذه المرة ذي بكمل الناحية هذه اللي من هنا. والشيء اللي ظهر ذاك المرة الماضية هناك وهذا البيت اللي خرجت منه بسم الله شوفوا بيت فوق هذاك اللي طلعت الناحية هذه يا حد سمعنا الصوت بالداخل. اوه الله اكبر. اوف 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 اوف. سامعين الله. هذا دخلت فيه هناك دخلت
الله اكبر شفتهم. قفله لازم ارمي الناحية الثانية. في صوت بسم الله هذا الموقد حق النار. بسم الله بسم الله. هذا مقفل بكيلون. قفل بعد شوف. هذا الشباك تذكرونه؟ السخانات موجودة باقي. الوضع تمام حتى الآن في هذه الناحية. البيت هذا غير طبيعي والله يا جماعة، والله غير طبيعي. بيت غير طبيعي. شوف البيت هذا من فوق كمان. الله أكبر. هذاك البيت. الأصوات بسم الله بسم الله. والله يا أصوات الليلة فيلم سايلنت هيل اليوم. ما حقدر ادخل من هنا. شوف من هنا تكون في حياة حية ولا دم. طلع في ناس جو قبل. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا باب تصك ولا تكفل. وفين الصوت ده؟ هذا مكفل ما ينفتح.
بروح البيت الأخير اللي هناك يا جماعة. الموقع يمين بالله يا جماعة مو مخيف بس قمة الرعب الليلة. وهتان في المكان يا جماعة. يا حد امطار يا جماعة والله في امطار في المكان في هتان وفي امطار من انت؟ من انت؟ لا طلع العكس اول كان واحد كان جوا. بسم الله خش البناية هذي هنا. الله اكبر والله كأنه برق اقسم بالله انه صوت هذا من الداخل كأنه برق. شوف الامطار كأنه برق. بسم الله في احد؟ هذا صوت الكيس كان. في احد هنا؟ في احد؟ الله فك رضا الله هذا لا تحرك. بسم الله 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 اكبر. اوه لا تقفل. بسم الله اقفل الباب كلها قفلت. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله. الله حبسوني قفلوا علي الباب. اعوذ بالله. الله الله اكبر. اوه اي هنا 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 الصوت. الله اكبر الله اكبر. الله الباب تقفل هذا. الله الله البيت ده بعيد للوحده. هذا 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 الله.
الله. بسم الله. أعوذ بالله. الله. الله أكبر. أوه. يا ويلي يا ويلي يا إن البيت ده حماس. الله حماس حماس حماس. شوف قدامكم. اوه بسم الله. ولد يا مين الله طرب طرب يا مين الله انه منطرب منطرب. الله اكبر. الله الله الله. شوف 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 شوف. في حدا؟ والله اليوم قمة الحماس. في سلام. سمعتوا؟ في أحد؟ شوف 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 شوف. أوه أوه أوه. قفل قفل الباب. سمعت؟ شو هذا؟ فك الباب. الله أكبر. الله بسم الله. انا طلعت الحين يا جماعه. الله بعد اخص سمعته. الله اكبر. إذا تبغون أمشي قفلوا الباب مرة ثانية خلاص. هم قفلوا لي الباب هم أساسا. الله شوف هنا أتقفل الباب ده فتح ما تقفل. شوف. أوه أوه أوه. الله الله. هذا باب الحمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 الله أكبر. شفت كيف أتفك الباب ده حق الحمام؟ طبعا فكيت الباب ذا يا جماعه مره ثانيه. والله اني بسمع اصوات. الله اكبر الله اكبر. شيء اليوم يا الله انه قسم بالله والله انه ما في خوف. بالعكس انا مبسوط ومستانس من حركاتهم اللي بيسوونها اليوم. انا قاعد العب معاهم ترى. يلا قفل الباب عشان تبوني اطلع خلاص. قفل لي الباب اذا سمحت. اذا تبغاني امشي خلاص. يلا قفل الباب يلا. او جيبوا لي صوت خلاص. يلا امشي يقول لك. هذا برا. والله الضباب بدا يجي. سايلنت هيل اليوم. ضباب الضباب دخل يا جماعه. والله الضباب دخل. خلنا نطلع فوق. والله الضباب وصل. الضباب سايلنت هيل. الضباب وصل. وصل الضباب. هذه المغامرة اسميها سايلنت هيل. سايلنت هيل. الضباب. اوه ترى انا امشي. انا مش قاعد اطب في الضباب ترى قاعد امشي. طيب والله ادري ما ادري عن وضعك. جني ولا كلب حقيقي انت؟ ترى ما اشوف شيء مع الضباب. ما حنشوف شيء. والله غطى علينا الضباب بالكامل. هذا الشجار تحت. هذا فينيكس اقوى نور. والله سمعين الصوت اقوى شيء ذا. الله الله الله. خلاص انا ماني شايف شيء يا جماعه ترى. ماني شايف ولا شيء. الله الضباب الضباب. والله الله.
جوه تنفيذ الضباب. ضباب سايلنت هيل، شغلوا لي موسيقى سايلنت هيل جماعة. والله ما أشوف اللي قدامي، والله ما أشوف اللي قدامي، ما أشوف إلا قدامي، ما أشوف شيء، ما أشوف ولا شيء، والله ما أشوف شيء يا جماعة. خلاص ما حقدر أكمل المغامرة، أضطر إن هذيك الجزء الرابع، سامحوني الجزء الرابع. ضباب سايلنت هيل ولا ريزنت إيفل، أقسم بالله يا جماعة ما أشوف شيء. ضباب ضباب فينيكس أقوى نور، شوف النور كيف طالع قدامكم. بسم الله ما انت شايف ولا شيء صح. ضباب اول مغامره في حياتي كذا غامر. لعت الكبس عندي كمان، والله ما اشوف ولا شيء. شايفين لا صوت ولا همس ولا حركه. والله والله اضطر اني اخرج من الموقع، سامحوني انا ما شايف شيء ترى. بعد الله لو امشي في هذا ترى ما حشوف ولا شيء، ما حشوف ولا شيء. فك الكبس كمان شوفوا. والله ماني شايف شيء. فينيكس اقوى ضوء اقوى نور شغلته. يا الله ترى اللي قدامي ما اشوف، بس ما راح اخبط في مكان. والله ماني شايف ولا شيء. والله سمعت صوت، سامعين؟ لا صوت ابواب ولا شيء. ترى في رش في المكان وفي هتان، مره ما اشوف شيء الا من خلال الشاشه. اطالع كذا والله ما اشوف شيء ولا اقدر امشي. ترى الكشاف ما بيساعد يا جماعه. ايوه كان عرفت المكان، بس انا دخلت جوا اليوم. سامعين صوت الرش على الخوذه؟ بغيت ادخل هنا. شوف الباب حتى توقف. برد يمين الله، برد 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 برد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما في ولا حركة ولا صوت وفي هواء. ضباب المكان. اقسم بالله ما شايف شيء. ضباب مره شديد، مره شديد. الحمد لله ايوه تحت الشارع هذا الانوار. شوف كله ايوه الحمد لله. شوف البوابه هذه، شوف البوابه، شوف الضباب كيف، شوف الضباب كيف. لا اله الا الله. مغامره اسمها سايلنت هيل، مغامره سايلنت هيل. هذه البوابه ما أشوف ولا أي حاجة ولا شيء. شايفين ولا شيء ولا شيء ولا حتشوف وراي شيء. طبعا جماعة الخير أنا كده نهاية وصلت نهاية المغامرة. أي ملاحظة يسف صار اكتب على هاشتاج تويتر مغامرة عبد العنبري أو أرسلوا على الخاص. أنا الآن بروح للسيارة. شوفوا ما تشوفوا ولا شيء. الله يعطيكم العافية. إيش ده جن؟
بسم الله بسم الله بسم الله. جن 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 حي الله حي الله يا جني. منورنا والله. والله مو باين ولا شيء. حي الله حي الله ابو عابد والله. كيف كانت مغامرتك؟ ان شاء الله انبسطت مع الجنون. جوا هواء واصوات اظن شفتها على السناب. والله شغالين اي والله. الهواء راح وكل شيء اختفى وحل الطماط علينا. والله شوفوا شوفوا المنظر. شوفوا المنظر ما يبان هو بنفسه جني. يا جني مالك مالك يا جني وخر عني. ايش رايكم في الجني هذا بالله يا ايش اسوي فيه هذا؟ قولوا لي بس. ها كيف كانت مغامرتك ابو عابد؟ والله 100 100 اهم شيء انبسطت. احلى مغامره.